السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدين الأحبة الكرام أينما كنتم، طابت أوقاتكم بالخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في مسابقة معارف التراث، هذه المسابقة الرمضانية الفرقية السنوية التي ينظمها قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة. المسابقة هي ما بين الجامعات العراقية والفرق التي تمثل هذه الجامعات، كما اعتدنا في هذا البرنامج أن تكون المباراة في كل حلقة ما بين جامعتين من الجامعات المشاركة، ولازلنا في الدور الأول من هذه المسابقة في دور المجموعات. اليوم سنكون معكم ما بين فريقي جامعة بغداد وكذلك جامعة ذي قار. كل التحية للشباب المشاركين معنا في هذه الحلقة، محمد ومرتضى ومحمد وكذلك حسين وحسن وعلي، حياكم الله ويا رب إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في هذه المسابقة، ونتمنى إن شاء الله تصلون بالإجابات الموفقة وتصلون لها إن شاء الله بدقة عالية وتحصدون الأرقام والدرجات الجيدة التي تؤهلكم إن شاء الله إلى المراحل القادمة. إذن أيها الأحبة الكرام، أيضا ننوه هنالك جوائز قيمة في هذه المسابقة ستذهب للفائزين الثلاث معنا في هذه المسابقة، وهي 5 مليون دينار عراقي للفريق الأول، وأيضا 3 مليون دينار عراقي للفريق الثاني، ومليوني دينار عراقي للفريق الثالث. نتمنى لكم إن شاء الله المشاركة القيمة بالدرجة الأساس، وإن شاء الله الفوز هو سيكون شيء مكلل لهذا النجاح ومكلل لهذه المشاركة. إذن أيها الأحبة، نبدأ وإياكم على بركة الله في هذه المسابقة، وإن شاء الله الفريقين مستعدين إن شاء الله. إن شاء الله ذي قار وبغداد اثنيناتكم مستعدين؟ زين، من تحبون نبلش؟ من الجنوب ولا من العاصمة؟ من العاصمة، على حكايتك يا حسين، ونروح للعاصمة ونقول لكم الله يساعدكم. شلون هالمعنويات قبل الأسئلة وقبل البداية؟ الحمد لله عالية. يلا إن شاء الله، وهذا اللي نطلبه ونتمناه. للمعلومة أيضا قبل ما نبدأ، خلوا ببالكم راح نكون معاكم في الجولات الثلاث، كل جولة راح تكون معانا 4 أسئلة. الأسئلة بالبداية راح تكون هي فردية لكل شخص من حضراتكم، أما السؤال الرابع في كل جولة سيكون موجه للفريق ككل. فهنا نحتاج نكون دقيقين، نحتاج نكون مركزين بشكل كبير في سبيل أن نوصل للإجابات الصحيحة. يلا نبلش وياكم، ونبلش ويا محمد. سيد محمد قاسم خلف العرجي، بغداد. بصراحة لا أول مرة، الحمد لله معنويات عالية ومليئة بالسعادة كون مشارك بمسابقة ثقافية علمية، والحمد لله إن شاء الله ببركة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نفوز. ونروح للسؤال الأول ضمن الجولة الأولى واللي قيمته 10 درجات. محمد، السؤال معانا يقول: من المعالم التراثية القديمة في مركز مدينة الديوانية، فلكة الساعة أم فلكة التحدي أم فلكة الإطارات؟ رايح للديوانية ولا ما رايح؟ عندي معارف بالديوانية. عندك معارف، بلش معانا 30 ثانية، حاول تفكر وتوصل للإجابة الصحيحة، وإن شاء الله 10 درجات من نصيبك. فلكة الساعة. فلكة الساعة في الديوانية مو بغداد، على كيفك ركز. أعرف الديوانية الساعة. الساعة. نوقف الأعداد ونثبت؟ ثبت. نثبت. إذن كنترول، نثبت الإجابة الأولى وهي فلكة الساعة، والإجابة صحيحة وعفي عليك يا محمد. إذن 10 درجات نفتتح بيها حلقتنا وجولتنا الأولى مع فريق بغداد، وكل التوفيق إن شاء الله لشبابنا أيضا في جامعة ذي قار. ونبلش ويا علي. علي حامد علي. لا هاي أول مرة. جامعة ذي قار، كلية التربية العلوم الصرفة، قسم الفيزياء. والله إن شاء الله نستفاد يعني تجربة ونستفاد معلومات. الأمور طيبة يا علي؟ طيبة إن شاء الله. طيبة. بنروح للسؤال، السؤال الخاص بكم بهذه الجولة الأولى يقول: أسست أول مكتبة في سوق قضاء سوق الشيوخ من قبل من؟ من قبل من تم تأسيس هذه المكتبة؟ هل الاختيار الأول من قبل الشيخ جواد الصغير، أم الشيخ باقر آل حيدر، أم الشيخ عباس الجابري؟ سوق الشيوخ، وأنتم الناصرية ذي قار. نعم، سوق الشيوخ هي وابية شخصيات. تحياتنا للكل، والله يحفظهم ويرحم الأموات منهم. الله يرحمهم. أتوقع الشيخ باقر آل حيدر. تتوقع ولا تثبت؟ عندك 15 ثانية إن شاء الله. الثانية، الشيخ باقر آل حيدر.
الشيخ باقر الحيدر. نثبت كنترول نثبت على الإجابة الثانية والشيخ باقر الحيدر. أحمر ولا أخضر يا كنترول؟ أخضر. عفي عليكم، إجابة صحيحة وعشر درجات مقابلة أيضا بهذه الجولة. هنا نقول المنافسة متزنة ومتكافئة ما بين الفريقين، نتمنى التوفيق ونبقى على هذا المستوى. الروح المرتضى. مرتضى سلام سالم، جامعة بغداد. والغرض مو الفوز، الغرض المشاركة. أيضا واعدونا بأن نزور المشاريع الاستثمارية للعتبة العباسية والمواقع الأثرية، كثير من المعلومات اللي عن العتبة وعن مشاريعها. لا هي أول مشاركة لي، لا ماكو خسارة إن شاء الله. ونرجع لجامعة بغداد وسؤالكم الثاني يقول: من أهم المراقد الدينية الموجودة في محافظة الديوانية هو الحمزة الشرقي، زيد بن علي بن الحسين، وابن الديباج في الديوانية. نعم. 30 ثانية بلش معاك وتحتاج تركز وتنطينا الإجابة. الإجابة الأولى الحمزة الشرقي. الحمزة الشرقي. مرتضى متأكد؟ نعم. 10 درجات، أما تصيرون 20 أما تبقون 10. إن شاء الله. إذا نثبت كنترول على الحمزة الشرقي الإجابة الأولى والإجابة صحيحة، عفي عليك، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق كذلك يا شباب. يلا نروح للسؤال الثاني مباشرة ويا شبابنا في جامعة ذي قار. حسن ماجد العنزي، ذي قار. هاي أول مسابقة نشارك بها إن شاء الله. نعم إن شاء الله، يعني الفوز وطموحنا الفوز إن شاء الله، المركز الأول الثاني. والسؤال الخاص بحضرتك يا حسن يقول: في أي منطقة في محافظة كربلاء يقع مرقد السيد محمد بن أبي الفتح الأخرس؟ وين؟ هل في قضاء الحر أم في الإبراهيمية أم في عين التمر؟ السيد محمد بن أبي الفتح الأخرس. 30 ثانية، وانت من الناصرية ونسألك على كربلاء والعراق، معالمة واضحة للكل. فكر، استثمر وقتك، لكن حاول تنطيني الإجابة قبل ما ينتهي الوقت. اختار. اختار إجابة. عين التمر. نروح إلى عين التمر ونذهب إلى الخيار الثالث يا شباب كنترول، ونتمنى تكون الإجابة صحيحة، لكن للأسف الإجابة خاطئة يا حسن. الإجابة الصحيحة هي الإبراهيمية. لا بس، شكرا لك، حاولت توصل للإجابة، لكن القادم بالإمكان نعوض من خلاله بقيمة الدرجات المختلفة ما بين جولة وأخرى. قيمة الجولة والسؤال الواحد في هذه الجولة 10، أما في المجموعة الثانية في الجولة الثانية راح تكون 30، في المجموعة الثالثة راح تكون 50، فخلونا مركزين. يلا نرجع لمحمد. محمد هاشم ناصر، جامعة بغداد، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة. لا أول مسابقة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. يعني أنا عندي خوب خزين سابق عن هذا التراث بلدنا وهاي، بس من قرأت الكتب شفت يعني أكو معلومات غير المعلومات اللي عندي، فاستفاديت أكثر. شفنا بعض أخواننا من المحافظات تلاقحت الأفكار وياهم، يعني أكو بعض المواقع أو مشاريع العتبة يعني واعدونا يطلعونا عليها. نعم استفادينا مشاريع العتبة وغيرها، بعض المواقع الأثرية والجامعة بغداد إن شاء الله. وسؤالكم الثالث يقول: سميت محافظة واسط بهذا الاسم لتوسطها مدن العراق، توسطها مدن العراق، أم لتوسطها بين الحجاز والشام، أم لتوسطها بين البصرة والموصل قديما؟ ليش سموها واسط؟ يلا محمد 30 ثانية وأنت لها. إن شاء الله. يلا إن شاء الله. أنت رايح الواسط ها؟ رايح. أكيد. زين. هسه اريد الإجابة قبل ما ينتهي الوقت. بعد 9 ثواني. لتوسطها بين البصرة والموصل قديما. بين البصرة والموصل، يعني الخيار الأخير إن شاء الله. إذا الاختيار الثالث كنترول هو ما ذهب إلى محمد، لكن للأسف الإجابة ليست صحيحة. الاختيار الأول هو لتوسطها مدن العراق هي الإجابة الأصح. لا بأس، بإمكانكم التعويض، وهذه هي يعني الجولة، ممكن بيها ربح ممكن بيها خسارة. يلا نرجع لمن؟ حي الله حسين. حسين كريم طعمة.
جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم والصرفة قسم الفيزياء. لا هاي أول مرة يكون طموحنا هو الاستفادة من المعلومات أكثر من طموحنا بالفوز، وإن شاء الله هي المشاركة هو الفوز. جاهز حسين؟ تمام يلا. تمام، سؤالك يقول: عالم إمامي عرف بلقب المجدد كان له الفضل في إنشاء حوزة سامراء العلمية، هل هو السيد محسن الحكيم أم الميرزا محمد حسن الشيرازي أم أغا بزرق الطهراني؟ من هؤلاء هو الذي عرف بلقب المجدد؟ 30 ثانية معاك فقط يا حسين. الاختيار الثالث أغا بزرق الطهراني. كأنك يعني بتيقن الإجابة. نقول الله. ضربة حظ ولا معلومة؟ لا ضربة حظ. ضربة حظ. الاختيار الثالث كنترول. حسين يثبت على الاختيار الثالث واللي هو أغا بزرق الطهراني، وللأسف الإجابة الصحيحة هي الميرزا محمد حسن الشيرازي. إذن إجابة خاطئة كذلك يا حسن يا حسين عفوا، ونتمنى لكم التعويض. إذن 20 مع جامعة بغداد، 10 مع جامعة ذي قار، ووصلنا وياكم للسؤال المشترك للفريق ككل ما بين بغداد وذي قار. نروح السؤال جامعة بغداد، وهذا تقدرون تشاورون وتوصلون به للنتيجة. السؤال يقول: بوابة عشتار من المعالم الأثرية المشهورة في محافظة الموصل واسط بابل. يحتاج للشاور. بوابة عشتار. نعم. 30 ثانية. الإجابة بابل. الإجابة بابل يا محمد. متأكد؟ متأكد. طاق صورة من البوابة قبل ولا لا؟ عندنا معلومات أنا، والحمد لله إجابة صحيحة. إجابة صحيحة وعفي عليك، إجابة موفقة. إذن بوابة عشتار هي في بابل، وكل التوفيق لكم جميعا إن شاء الله. يلا نشوف سؤال جامعة ذي قار، والسؤال يقول: أقدم من وصل مدينة العمارة من الرحالة كان عام 1656 للميلاد، من هو؟ هل هو ابن بطوطة أم سباستياني أم بيدرو تكسيرا؟ 30 ثانية حاولوا تختارون ضربة حظ تسترجعون معلوماتكم. 30 ثانية فقط. انتوا جماعات فيزياء ما لكم علاقة بهذا الجانب، ها؟ ما لكم علاقة. لكن الإجابة الأولى ابن بطوطة، هذا أكثر ما يتداول، ها؟ إذا نثبت ثبتوا على ابن بطوطة، ولكن للأسف يا شباب كان خير الأمور أوسطها والإجابة كانت غير موفقة. إذا بقينا بهذه الجولة بنتيجة 30 إلى بغداد، 10 إلى ذي قار. الجولة الثانية بإمكانكم بسهولة بسؤال واحد تعبرون النتيجة إن شاء الله. إذن شباب نتمنى التوفيق إن شاء الله، وتبقى المعنويات عالية، ونروح إلى فاصل مع مشاهدينا الأحبة الكرام حتى نرجع معاكم بعد الفاصل نكمل جولتنا في مسابقة معارف التراث. فاصل معاكم وراجعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مسابقة معارف التراث، وإحنا وصلنا وياكم إلى الجولة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم ما بين جامعة بغداد وجامعة ذي قار. وصلنا وياكم ب 30 درجة حصاد الجولة الأولى لجامعة بغداد، و 10 درجات حصاد الجولة الأولى لجامعة ذي قار. الجولة الثانية قيمة السؤال بها 30 درجة. شلون راح يكون حصاد هذه الجولة؟ الوقت كفيل بمعرفة النتائج. خلونا نبلش ونرجع ويا جامعة بغداد، وإن شاء الله المعنويات الآن تمام ومستعدين إن شاء الله. السؤال الأول معانا بهذه الجولة، الجولة الثانية، ويا محمد يقول: تعد قصيدة مدارس آيات إحدى قمم البلاغة العربية لما امتازت به من قوة في التعبير وروعة في الأداء، فمن قائلها؟ هل هو الشريف الرضي أم أبو العلاء المعري أم دعبل الخزاعي؟ 30 ثانية معاك يا محمد، بلش الوقت. التركيز مهم ومطلوب في سبيل أن نصل إلى الإجابة
الصحيحة، لكن نحتاج تكون إجابتنا قبل ما ينتهي الوقت. الشريف الرضي. الشريف الرضي. ثبت. نثبت على الإجابة الأولى كنترول، ونروح إلى الإجابة الأولى الشريف الرضي، هل هي إجابة صحيحة أم لا؟ للأسف يا محمد، الإجابة الصحيحة هي دعبل الخزاعي. الحمد لله. على أي أساس رحت إلى الاختيار الأول؟ حسب ما عرفت أنه الشريف الرضي يعني أكثر من طالع بالبلاغة. زين. اجتازت أنه يجوز تطلع عن الشريف الرضي. يعني ضربة حظ قلت؟ ضربة. يلا، الحظ ما كان محالفك بهذا السؤال، لكن نتمنى إن شاء الله يحالفك بالأسئلة القادمة يا محمد. نروح ويا علي، وسؤالك يقول: بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر، مرت بك الدنيا وصبحك مشمس ودجت عليك ووجه ليلك مقمر. هل هو السيد مصطفى جمال الدين أم نازك الملائكة أم حسب الشيخ جعفر؟ إن شاء الله السيد مصطفى جمال الدين. السيد مصطفى جمال الدين إن شاء الله. وعندك 30 ثانية يا علي. معلش، قصيدة مشهورة وكل مكان موجودة. بغداد. كل مكان موجود. القصيدة. قصيدة أن والدية بغداد ما اشتبكت عليك الأعصار. يعني متأكد من الإجابة؟ متأكد إن شاء الله. ثبت على السيد مصطفى الإجابة الأولى. الإجابة الأولى سيد مصطفى جمال الدين، وإجابة صحيحة. عافية عليك يا علي. شكرا لذاكرتك اللي منحتك هذه الثقة في أن تصل إلى الإجابة بهذه السرعة وبهذه الدقة. كل التوفيق يا علي. مرتضى شلونك؟ الحمد لله. نعم. الأمور طيبة عندك؟ إن شاء الله تمام. سؤالك يقول: مدرسة دينية عريقة أسست سنة 1300 للهجرة، تقع بجوار مسجد الشيخ الطوسي، هل هي مدرسة الشبرية أم مدرسة المعتمد أم مدرسة القوام؟ 30 ثانية فقط عندك يا مرتضى. حاول تكون دقيق ومركز وتوصل للإجابة. 30 درجة رصيدكم الحالي فقط. 10 ثواني متبقية معاك يا مرتضى. أحتاج إجابة. إن شاء الله الاختيار الأول المدرسة الشبرية. المدرسة الشبرية. كنترول انتهى الوقت والإجابة خاطئة للأسف يا مرتضى. ما عندك معلومة؟ لا عندي معلومة بس. عندك معلومة شنو؟ حول المدارس بس خلطت بيانات. غلطت بيانات. تمام. إذن الإجابة الصحيحة هي مدرسة القوام، ونحتاج نركز مرة ثانية لأن يعني الغلطة عندنا بـ30. نعم. قبل شوية كانت 10، بها مجال تتعوض، بـ30 تختلف. نعم. خلينا مركزين يا مرتضى. نرجع شباب وياكم. ويا حسن. نعم. حسن متفائل خير إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالك يقول: تقع مدرسة الأفغانيين الدينية في النجف الأشرف أم في كربلاء المقدسة أم في الكاظمية المقدسة؟ 30 ثانية بإمكانك تفكر من خلالها في سبيل أن تصل للإجابة. إن شاء الله يعني نختار خير الأمور أوسطها، وهم يعني أقرب شيء هي كربلاء المقدسة. زين. نثبت يعني. إن شاء الله. إذا نثبت كنترول قبل ما نعرض الإجابة. تقول كربلاء. ما النجف هي معروفة بمدارسها الدينية. معروفة بس يعني. شنو الإجابة؟ نجف ولا كاظمية؟ نجف الأشرف. أنت قلت كربلاء. نعم يعني النجف. سامع فيها مدارس باكستان ايرانيه عراقيه بس ما سامع افغاني يعني. ما سامع افغاني صراحه يعني. لكن مو كانت هي ممكن تكون اقرب للتوقع؟ يعني احنا بغداد الكاظميه المقدسه شايلينها من التوقع، بقى هي منافسه النجف وكربلاء. النجف وكربلاء اي يعني خير الامور اوسطها. خير الامور اوسطها. يعني انت تؤمن انه هاي القاعده ممكن تكون مناسبه هنا؟ انا دائما استخدم هاي القاعده يعني. دائما تستخدمها وراح تبقى تستخدمها وراي النتيجه. استخدمها. تستخدمها على حساب جماعتك. يلا اوكي تمام، نكمل وياكم ونرجع وان شاء الله تعوضون بالاسئله القادمه. استاذ محمد السؤال وياك، والسؤال يقول: من المتاحف السوريه، متاحف سوريه، من المتاحف السوريه متحف وادي حلفا، متحف قصر العظم، متحف ستيفان قزل. نعم. 30 ثانيه
إذا رايح سوريا أو ما رايح؟ لا ما رايح. عندك معلومة؟ سأريد أروح بالمستقبل. تريد تروح بالمستقبل؟ ملكتي ساعدوني. إن شاء الله بالسلامة. من تروح هم تزور وهم ممكن تشوف لنا هذا المتحف وين؟ إن شاء الله. يلا 30 ثانية متبقي منها 10 ثواني فقط. أي المتاحف من هذه الثلاث في سوريا؟ إجابة يا محمد. متحف قصر العظم. قصر العظم. لا تكون تمشي على قاعدة حسن. لا ما بشي. ما لك علاقة بالقاعدة. والإجابة صحيحة. عفي عليك يا محمد. إذن إهلال القاعدة مشت صح. تمام. كل التوفيق يا محمد. إجابة موفقة. ونتمنى الأمر كذلك معاك يا حسين. نروح إلى السؤال الثالث مع جامعة ذي قار. والسؤال يقول: صندوق الإمامين الكاظميين عليهم السلام وضعه الناصر لدين الله العباسي وهو من الخشب الصاج، نقل بعد استبداله إلى متحف البصرة أم المتحف الوطني العراقي أم متحف دمشق؟ 30 ثانية. هذا الصندوق بعد أن تم استبداله وين راح؟ للبصرة لو المتحف الوطني العراقي لو متحف دمشق؟ حسين 40 درجة رصيدكم، 60 درجة جامعة بغداد. بإمكانك تقلب الموازين. المتحف الوطني العراقي. المتحف الوطني العراقي إن شاء الله. إذن نثبت شباب والإجابة صحيحة. عافية عليك يا حسين. إذن 40 صارت إشقد؟ 30 نضيف لها، إشقد تصير؟ صارت 70. عافية عليكم، إجابة موفقة و70 درجة معانا رصيد جامعة ذي قار، 60 درجة رصيد جامعة بغداد. ونبقى ويا السؤال الرابع بكل الفريقين. إن شاء الله تكون الأمور تمام ونروح إلى بغداد. بغداد سؤالكم يقول: من لكم السؤال، من هو الخطاط صاحب القاعدة البغدادية في الخط العربي؟ الملا عارف الشيخلي أم صبري مهدي الهلالي أم الملا محمد علي الفضلي؟ 30 ثانية يا شباب. 60 تقدرون تسووها 90. متشاور، عسى أن تصل بنا إلى نتيجة هذه المشاورة. ثواني 10 ثواني. ثالثة ملا محمد علي الفضلي. ثالثة ثبت. ثبت محمد. ثبت. واثق من الإجابة؟ واثق. ثبت صح. من أين لك هذا؟ منا. تمام ونشوف كنترول شو تقول. إجابة صحيحة وعفي عليك يا محمد، أحييك، ثقتك كانت عالية. زين، لك علاقة بالخط؟ تحب الخط؟ لا أنا ما قرأت اللي الضرائب اللي تخزن مواد. قرأت هذه المعلومة؟ الحمد لله. حلو. إحنا قبل كان يقولونا أكلوا زبيب، الزبيب يساعد في الذاكرة، فما أكلتوا زبيب؟ لا شربت شاي. شربت شاي. والله الشاي العراقي هو عاد هو يعني الكل بالكل. يلا نروح لسؤالكم يا شباب جامعة ذي قار. والسؤال يقول: بأي خط نسخ المصحف الشريف بعد الخط الكوفي؟ بأي خط نسخ المصحف الشريف بعد الخط الكوفي؟ هل هو خط الرقعة أم خط الديواني أم خط النسخ؟ تشاوروا بيناتكم. 30 ثانية استثمروها وحاولوا توصلوا الإجابة الصحيحة. جماعة صاروا 90، إن شاء الله أنتوا ممكن تصيرون 100، والمية حلوة. نعرف أول بداية هو كتب الرقعة. زين يعني بعدين النسخ إن شاء الله. خط النسخ. خط النسخ الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة. أول ما كتب هو بالرقعة. زين وبعدين انتقل يعني ما ثبت على الثالثة خلاص مرت يعني. إذن خط النسخ. النسخ. خط النسخ إن شاء الله. إن شاء الله. زين كنترول شو تقول؟ إجابة صحيحة. إجابة صحيحة وعافية عليكم. إذن 100 صرنا 100 وال100 رقم حلو. قبل لا ندخل أنا أسولف وياه. إيش قلت لهم؟ قلت لهم القرآن الكريم أول ما كتب الرقعة بعد الكوفي هو. زين. يعني النسخ. إذن معلومتك؟ نعم. كنت متأكد منها يعني؟ النسخ متأكد منها إن شاء الله. قاريها لو هيك حسب الذاكرة يعني. لا أنا قاري. لو من ضمن المراجعة الأخيرة يعني. سابقاً. قبل المراجعة. قبل المراجعة. نعم. تمام. إذن كل التوفيق. إن شاء الله. هسه الأمور عندكم طيبة والفارق قليل ما بين الفريقين. 100 جامعة ذي قار، 90 جامعة بغداد. وإحنا أنهينا الجولة الثانية. بقت عندنا جولة اللي هي الجولة الثالثة. المشكلة في هذه الجولة شباب قيمة السؤال بها 50. والخمسين هواي.
فلذلك الخطأ يعني خطأ. بخمسة. متفقين؟ متفقين. نكون مستعدين للجولة الثالثة حتى نروح ويا مشاهدينا الأحبة الكرام إلى فاصل قصير، ونرجع بعد الفاصل حتى نكمل مع حضراتكم الجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث ما بين جامعة بغداد وجامعة ذيقار. خليكم ويانا. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ووصلنا وياكم للجولة الثالثة في مسابقة معارف التراث. هذه الجولة ما بين جامعة بغداد وجامعة ذيقار، الفارق قليل ما بين الفريقين والنتائج قريبة. شن راح تكون هذه النتائج بعد أربعة أسئلة قيمة السؤال الواحد 50 درجة؟ هل يا ترى راح نحافظ على تقدمنا لو نعدل؟ الأمر متروك لكم ولهمتكم والإصراركم بالوصول للنتائج والدرجات الأكثر. جاهزين شباب؟ إن شاء الله. جاهزين شباب؟ إن شاء الله. جاهزين. مستعدين؟ مستعدين. المية تبقى مية لو نصعد؟ ما نعرف. تصعد. ما نعرف. تصعد. تصعد علي يقول. تضاعف إن شاء الله. تضاعف. تضاعف. حلو. شباب، التسعين فردي لو زوجي؟ تحبون الأرقام الفردية أو الزوجية؟ نحب الزوج. الأرقام الزوجية يعني نغير. ما عاد الأحلى. يلا. نروح لسؤالكم الأول. ويا محمد، والسؤال يقول: السيد أحمد الغريفي أحد أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام، كان يقيم في البحرين وقدم لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وقتل في العراق ودفن في النجف الأشرف الديوانية الحلة. ركز 30 ثانية، حاول توصل للإجابة. أحياناً نربط الإجابة على تفاصيل معينة وتمشي ويانا، وأحيانا نربط ونقول واضحة بعدين تطلع النتائج مختلف. إذا 8-7 ثواني. ديوانية. ديوانية. قاعدة خير الأمور أوسطها ولا لا؟ لا لا. ها لا. جيد. من تقولي لا يعني واثق من الإجابة. إن شاء الله. متأكد. إن شاء الله. كنترول، نروح إلى الإجابة الثانية، والديوانية إجابة صحيحة. عافية عليك يا محمد. الحمد لله. متأكد من المعلومة فعلا؟ لأن ما البحرين من جهة الجنوب، فتخيلت أنه جهة الجنوب ديوانية على الجنوب. زين. فتخيلت أنه هو قتل واندفن هناك. أها. يعني توقعت هو أجى العراق وصار مصيره بهالصوب. جغرافيا حلوة. جغرافيا. بس أنت علوم إسلامية. درخ. درخ. كدرخ. يلا. الحمد لله. المهم فاد وجابنا نتيجة. المهم. الحمد لله. تمام. يلا نروح ويا علي. علي الجماعة صاروا 140. شفت الخمسين شلون تلعب بالموازين لعب؟ نعم. تمام. السؤال يقول: مقام السيد أحمد بن طراس الناظر بن أبي فائز المسمى أحمد بن هاشم نسبة إلى جده الكبير هاشم يقع في شمال شرق الهندية جنوب غرب المحاويل شمال غرب عين التمر. أحمد بن هاشم وين؟ الهندية، عين التمر، المحاويل. 30 ثانية وقى منها 15. إن شاء الله الإجابة الأولى شمال شرق الهندية. شمال شرق الهندية. ثبت على الإجابة. إن شاء الله. إذا ثبت على الإجابة الأولى يا كنترول، وعلي يقول شمال شرق الهندية، وحسن كان ما قابل. أيوة ما قابل. الإجابة الصحيحة هي عين التمر يا علي. واصل العين التمر ما. ما واصل عين التمر. لا واصل لها. واصل. بس ما يعني. ما واصل لأحمد بن هاشم. ما سامع. صراحة. ما سامع. حسن تتمنى السؤال كان لك ها؟ يعني. كان عندك الإجابة صحيحة؟ أنا عندي الإجابة صحيحة. حسين كان عندك يعني الإجابة صحيحة. الاثنين بالحلة وشمال غربي عين التمر. يعني أنا وحسين تقريبا نعرف. يلا حصل خير. بعدنا في بداية الجولة الثالثة ممكن نعوض. تمام. كل التوفيق شباب. نروح إلى مرتضى. إذن السؤال يقول يا مرتضى: كتب بخطه المجلد الأول من مرآة العقول للعلامة المجلسي وأتمه سنة 1177 للهجرة، وله جامع الفوائد ورسالة في المعاملة المحاباتية. هل هو السيد عبد الكريم اللاهيجي، أم السيد عبد الكريم المرعشي، أم السيد عبد الكريم التربي؟ 30 ثانية معاك يا مرتضى.
نتمنى أن تكون كافية حتى توصلك للإجابة الصحيحة. اختيارات ثلاثة، عليك أن تختار واحد من هذه الاختيارات، ونتمنى أن يكون صحيح وتواصل التقدم بمستوى فريقك بإضافة نقاط جديدة. السيد عبد الكريم اللاهجي الأخير والثاني الأول الإجابة الأولى، السيد عبد الكريم اللاهيجي. كنترول يقول للأسف الإجابة خاطئة. الكنترول الإجابة الصحيحة هي السيد عبد الكريم المرعشي، وقاعدة حسن كان لك أن تستخدمها، خير الأمور أوسطها. بما أنه أنت ما عندك معلومة، لو كان عندك معلومة. لا ما أؤمن بهاي النظرية. متى أؤمن بهاي النظرية؟ نعم. حلو، هنا اختلفنا يا حسن. مرتضى يقول أنا ما أكثر أصح يعني دائما تطلع، بس ما طلعت وياك. بس ما طلعت وياك. مرتضى تختلف ويا نظريتها؟ نعم اختلف. تختلف. بس ما كان عندك معلومة. ما كانت عندي معلومة عن هذا. زين. وبالنتيجة؟ اختاريت الأول. ما حصلنا النقاط. بقينا 140 وهنا 100. نروح وين؟ حسن. نروح الحسن. حسن يعدل الجاكيت ويستعد للسؤال. حلو، هذا جزء من الاستعداد إن شاء الله. يلا حسن، سؤالك يقول: تغميق اللون الأسود ليشتد سواده عادة ما تحلى به نسخ المصاحف والكتب، ويسمى التفحيم أم التثخين أم التغنيج؟ سؤال لعله غريب، لو لا اما يعني هسه عندنا احنا يعني تقريبا اقرب وحده الاولى، لان الثانيه التثخين هذا يعطي مساحه اوسع. مو زين، مو لون دقيق، هو تغميق اللون الاسود ليشتد يعني سواده. ان شاء الله الاولى. يعني التغنيج كلمه ما بعيده عن ما سامعين. عندك 8 ثواني. الاولى ان شاء الله التفحيم. التفحيم. لا لك السؤال فقط وياي. ان شاء حسين. الله ان شاء الله ان شاء الله نثبت على التفحيم وخلص الوقت. خلص الوقت. كنترول تغنيج. تفحيم تغنيج. تغنيج. انت باللحظات الاخيره يعني انا اللي بالنص شايلها تماما يعني. اي لغيت القاعده، احنا القاعده مالتك انهيناها وياك خلاص. نعم التفحيم طريقه يعني. لا بس نوع قلم. زين، اذا التغنيج كانت هي الاجابه الصحيحه. للاسف. شفت التركيز شلون مهم، واللحظات يعني الثواني شلون ممكن تفرق باحتساب الدرجات. التغنيج يعني انا هم كنت قلت اقول التغنيج كلش وصلت باخر يلا. اللحظات يعني. نتمنى التوفيق ان شاء الله بالاسئله القادمه. نرجع لك يا محمد ونرجع لجامعه بغداد. لا زال التقدم لجامعه بغداد شباب، خلونا مركزين وخلونا حريصين على انه نعدل النتائج ونواصل تقدمنا كذلك. سؤالكم يقول يا محمد، سؤال يقول: خط من الخطوط الهندية مستعملة في الهند من القرن الثامن إلى القرن العاشر الهجري يسمى بالخط، هل هو الخط الأسفيني أم الخط الهمايوني أم الخط البهاري؟ محمد. نعم. 140 سووها 190 لو لا 30 ثانية إن شاء الله. يلا، أي خط من هذه الخطوط استخدم من القرن الثامن إلى القرن العاشر الهجري وهو من الخطوط الهندية؟ أحتاج إجابة قبل أن ينتهي الوقت. إن شاء الله الخط البهاري. إن شاء الله الخط البهاري. قبل ما نعرف الإجابة ليش رحت للخط البهاري؟ يعني أكو يمكن مجموعة من الهنود يسمونهم البهرة أو غيرها أو هيك. علي يقول البهارات لها علاقة بالبهارات. الهند أوكي. الهند يقولون حتى بالموطن يخلون بهارات. عندهم مدينة يعني. ها. البهارة لا مو. عندهم مدينة أو. مدينة. فئة من الأديان. فئة من الأديان البهرة. زين. هسا نثبت على البهاري. إن شاء الله. كنترول شو تقول؟ صحيح. إجابة صحيحة وعافية عليك يا محمد، وصرنا 190. يا الله. إجابة موفقة. والبهاري هنا جاب شغل ويا البغدادي. يلا نرجع إلى جامعة الذيقار ونشوف سؤالكم شلون راح يكون. كنترول خلينا نشوف حسين. إن
الله. حظه شنو بالسؤال؟ السؤال يقول قرأ على المحقق الكركي شيئا يسيرا من قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام للعلامة، وهو من أعيان المائة العاشرة. هل هو الشيخ محمد بن عمر بن سلطان، أم السيد محمد المهدي الرضوي، أم الشيخ علي بن أحمد الإيبوردي؟ أي من هذه الاختيارات هو الإجابة الصحيحة للسؤال؟ 30 ثانية يا حسين، المهمة صعبة عليك لأن لازم نتقدم، إذا فزنا هنا أكو فرصة ممكن نتقدم بها. 30 ثانية بقى منها 7 ثواني. نختار الأوسط، السيد محمد مهدي الرضوي. سيد محمد مهدي الرضوي إن شاء الله. كنترول محمد، صح، مهدي الرضوي الإجابة الصحيحة. عافية عليك يا حسين. الحمد لله. فرحت؟ أي طبعا طبعا. أي شيء مهم لا، المنافسة مهمة مو الفوز مهم. المنافسة مهمة. أي صح. وأنتوا قد المنافسة إن شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق. حلو. 150 190، عندنا سؤال بسؤال. السؤال الجاي ممكن يسويكم 200 إن شاء الله، وممكن تبقون على 190. تمام، ذلك المنافسة نقول اشتدت اشتدت ومتكافئة ما بين الفريقين. يلا السؤال الجماعي يقول: نبات مر، نبات مر كان يطبخ مع الغراء قديما لطرد الإرضة من المخطوطات، يسمى العلقم أم الميرمية أم القرنفل؟ ناقشوا، هل نشوف نتائج النقاش؟ راح تودينا للميتين واربعين لو تبقينا على 190. القرنفل دائما بيحترم. 15 ثانية متبقية وياكم يا شباب، ركزوا أما تحافظون على تقدمكم أو تكون الفرصة أكبر لجامعة ذي قار. نحتاج إجابة شباب. لا لا، الوقت راح ينتهي شباب. إجابة الوسط. إجابة الوسط. الإجابة الوسط الميرمية. ناقشتوا ورحتوا على الميرمية، وللأسف الإجابة هي خطأ. الإجابة الصحيحة الألقم. منو كان صاحب الاختيار؟ أنا قلت العلقم. أنت قلت العلقم. ايه. كان بإمكانك تقنعهم. يعني مو كلش، رأيه مو قوي. رأيه مو قوي؟ ايه. لكن كان صحيح. واحد الصراحة أنا تمنيت كل الأسئلة يعني أغلبيتها عرف الجواب. زين، خلاص. إذن هنا أنا تحتاج أن تكون عندك مهارات التفاوض والإقناع حتى تقنع فريقك وتوصلون بنتائج أخرى، والبركة إن شاء الله بكل الفريق، وإن شاء الله توصلون إلى نتائج متقدمة. يلا نروح وياكم جامعة ذي قار، فرصتكم بالفوز صارت أكبر إن شاء الله. والسؤال يقول: مخطوطة فقهية اسمها شوارع الهداية من تأليف الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي المتوفى سنة 1261 للهجرة، وهي شرح على كفاية الأحكام، تحرير الأحكام، تبصرة المتعلمين. 30 ثانية. أما نصير 200 ونفوز على بغداد، أو نبقى 150 وبغداد تفوز على ذي قار، مهمة صعبة يا شباب، والوقت راح يخلص. أحتاج إجابة. إجابة. نعم. إن شاء الله الثالث. تبصرة المتعلمين. تحرير الأحكام. جامعة ذي قار. إن شاء الله. تثبتون على المعلومة. ثبت إن شاء الله. انثبتوا. علي خايف. لا متوتر. يعني آخر سؤال وماكو فرصة. أنت لا. عينك على الشاشة حتى مو علي، تنتظر عسى ولعل تصير خضرة. كنترول خلنا نشوف. للأسف الإجابة الصحيحة هي كفاية الأحكام. استعدادكم عالي، لكن انتم متوقعين تبصر؟ متوقعين الاولى. يعني لو كان السؤال لكم ايضا كان تبصر. احنا الاسم شوارع الهدايه، تبصره المتعلم. زين، حاول تربط. قلت خلي اربط. لا غير. زين، هو يعني كفايه الاحكام الاولويه. حلو. احنا اكو فد نقطه حتى تخليها يعني خليها بانا وبالحسبان. الفوز مهم،
لكن بنفس الوقت احنا بال يعني الجولة الأولى على مستوى المسابقة ككل في تصفية المجموعات، رح نلتقي مرة ثانية وممكن باحتساب النتائج نرجع نشوفكم وتصير أكو تفاصيل أخرى. إذا نتمنى لكم التوفيق يا شباب جامعة ديقار، وكذلك الحال جامعة بغداد. وحبيت أسأل فيما إذا انتهى البرنامج وفزتوا حصلتوا على الجائزة الكبرى الخمس ملايين أو الثلاث ملايين، شنو ممكن نسوون بيها؟ والله تصرفون بيها بشكل جماعي أولاً لو بشكل فردي؟ يعني أنا نويت أساعد أحد المحتاجين يعني زين، وقلت أسوي نذر للإمام العباس لأم البنين. زين حلو حلو ومرتضى ما مفكر، ممكن تقول ما مفكر؟ لا لعله يعني عندي مشروع، يعني أشتري سيارة ذا المرات. ها مشروع خاص أضيفن على الخزينة. أضيفن على الخزينة حلو. محمد والله صراحة أنا نويت إنه حال فزنا إن شاء الله إنه أساعد مرضى السرطان اسمه الله عليكم، يعني صراحة بالك يعني تسوي فت حملة أو فت شيء يعني؟ إن شاء الله بعون الله. حلو، أتمنى لك التوفيق الجميل. وإن شاء الله على نواياكم الصادقة توفقون وترزقون. شباب ماذا لو كان الأمر معاكم كذلك؟ هل فكرتوا بصورة جماعية بصوت عالي؟ حكيتوا بالموضوع؟ ممكن نروح سفرة؟ صراحة ممكن يعني ما مفكرين ما مفكرين بالموضوع. مقبلين على حفل تخرج يعني ها مرحلة رابعة على أبواب التخرج والفوز زين. الفوز يعني المشاركة فوز، المشاركة يعني فوز بالنسبة نعم. لكم هذا الباب احنا زين ما مفكرين بشيء مادي يعني أبدا. يلا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا أستاذ. وكل الأحوال الغاية هي أن نكون نعم. مع بعض في هذه المسابقة ونحظى بهذا المستوى من المنافسة والوصول إلى الإجابات الصحيحة، وأكيد إن شاء الله تكلل هذه الجهود بالنجاحات. شكرا جزيلا لحضراتكم. الله يخليك. قبل ما نختم نروح إلى سؤال الجمهور. مشاهدينا الأحبة الكرام، كما اعتدنا هناك سؤال مخصص للجمهور في كل حلقة، والسؤال الخاص بهذه الحلقة يقول: كتاب مشاهير شعراء الشيعة منذ القرن الأول وحتى القرن الثالث عشر، وهو من خمسة أجزاء، هو من تأليف من؟ من هو مؤلف كتاب مشاهير شعراء الشيعة منذ القرن الأول وحتى القرن الثالث عشر؟ بإمكانكم الإجابة مشاهدين الأحبة الكرام على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ونتمنى توصلون الإجابة الصحيحة وتعززون إمكانية فوزكم في الجوائز المخصصة للفائزين بفقرة سؤال الجمهور، وهي ثلاثة جوائز. الجائزة الأولى الذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، والجائزة الثانية هي الذهاب إلى زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والإجابة الثالثة هي جائزتها الذهاب إلى سوريا وزيارة مرقد السيدة زينب عليها السلام. إذن هذا هو نصيب الفائزين معنا في الإجابة على سؤال الجمهور. في كل حلقة سؤال، بإمكانكم يوميا ترسلون إجابة على سؤال الحلقة، وبالتالي يزداد فرصة إمكانية الفوز في هذه السحبة. نتمنى التوفيق للجميع، وكذلك الحال لكم أيها الأحبة شركائنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة، فريق جامعة ديقار وفريق جامعة بغداد. شكرا لكم ولكل جهودكم، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، على أمل أن نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة في مسابقة معارف التراث. نستودعكم الله ومع السلامة.